الله ما كبع حاجة في البيت، وام بقر وام غنم وام ضان كلها سرن. الله الله. كلمات أليمة من أحد سكان القناوص الذين خسروا ثروتهم التي ترونها بأم أعينكم، وهي تجرها السيول متجهة إلى الأودية. إنها حال الأضاحي هذه السنة للأسف الشديد، ولكن من الله إلى الله والعوض منه والحمد لله. في السنين الماضية تجلب كل هذه المواشي إلى أكبر سوق في اليمن، إنه سوق الخميس الوعظات، أو سوق المعرس، أو سوق الهيج. كلها أسماء يستحقها بجدارة ليكون السوق الأكبر في اليمن. أضحت هذه الأضاحي ميتة في يوم وليلة للأسف الشديد، ولكنها قدرة الله. ولكن مع ذلك ما زالت تهامة تزخر بثروة حيوانية كبيرة وهائلة تكفي لتقديم أضاحي العيد. ولن تصدق عزيزي المشاهد أن معظم الثروة الحيوانية تختزلها تهامة، فهي الرافد لكل محافظات اليمن بل للدول المجاورة. وقد صورنا فيديو لمواطن يجلبها إلى مدينته صنعاء، تلاحظونه. تجمع الأضاحي هنا حتى يوم عيد الأضحى، كل هذه تجلب من سوق الخميس. هنا تهامة، هنا الحياة، هنا الخطور، هنا الغنم، هنا الروم. كل هذه الأشياء لا تجدها إلا في تهامة. تهامة الغنية بالثروة الحيوانية والزراعية، سوق الخميس المعرس أو خميس الهيج في وادي مور، يعد الأكبر والأشهر على مستوى اليمن بل على مستوى الدول المجاورة كالسعودية وسلطنة عمان. هذا السوق التاريخي القديم ما زال يعج بكثير من الحياة ومن الموارد ومن المواد والسلع التي تغني الكثير. هذا الخطور يأتي في نهاية الفيديو، لنقول لكم كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وألف فل من فل تهامة الخير. محمد حجر، قناة الزراعة والتراث، تهامة.